ينضم إلينا أيضا هاتفيا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد. دكتور كريم، بعد التحية، دعم كبير تقدمه القيادة السياسية لهذا المشروع في إطار تبني خطط تطويرية للعملية الاقتصادية وتحديدا في هذا القطاع المهم، الثروة المعدنية بمصر. كيف ترى هذا الدعم وكيف تقرأ الرسالة وراء افتتاح وتدشين هذا المشروع اليوم بكفر الشيخ؟ طبعا يعني دعونا نتفق على ان الاستفاده من الموارد الطبيعيه يعني يجب ان نصل الى اقصى درجه ممكنه. طبعا ما نقدرش ننكر ان في موارد كثيره متوفره في الدوله المصريه، مواد تعدينيه على وجه الخصوص، ولكن يمكن في السنوات او العقود السابقه لم يتم الاستفاده منها في فترات وكانت مهمله لفترات اخرى. ايضا يمكن كانت الاغلب الموارد الطبيعيه اللي موجوده عند مصر او ثرواتها لعقود وعقود كان يتم تصديرها كمواد خام، لا يتم الاستفاده منها بالشكل المطلوب. يمكن كان ذهب، فوسفات، رخام، ولكن احنا هنا شفنا ان كان في 2017 تقريبا كان في توجيهات رئاسيه ان لا يتم تصدير اي ماده خام الا بعد ان يتم عمل عليها اي عمليه صناعيه، حتى لو عمليه صناعيه بسيطه، لان طبعا الفرق بين تصدير الماده الخام وتصنيعها ده طبعا بيبقى الفرق كبير جدا. احنا بنسعى اننا نحصل على اكبر قيمه مضافه ممكنه. دعونا نتذكر احنا مصر لديها بترول ولديها غاز طبيعي ولديها مواد طبيعيه كثيره، ولكن عندما تم عمل معامل تكرير البترول، سعر البترول او سعر برميل البترول بيتضاعف بعد ما يتم تكريره. يمكن ايضا مصر يمكن الطاقه الاستيعابيه لمعامل التكرير اليها كبيره جدا، لدرجه ان احنا ابتدينا نكرر بترول لدوله شقيقه الا وهي العراق في اتفاقيه بيننا وبينهم. ايضا يعني مجمعات البتروكيماويات وهي صناعه ضخمه استثماراتها بمليارات من الدولارات، بالاضافه الى ان يعني بتوفر فرص عمل وبتعمل قيمه مضافه للاقتصاد المصري. دي مصر ايضا لديها يعني ابتدينا ننشئ عدد كبير من المجمعات البتروكيماويات، بالاضافه الى مجمعات الرخام والاسمنت، علشان نستفيد من الموارد الطبيعيه. جه الدور وجه الوقت علشان نستفيد من ثروه تم اهدارها في مصر اللي هي الرمال السوداء، وايضا حتى الرمال البيضاء. ايضا الرمال البيضاء يعني بتستخدم في صناعه الزجاج وصناعه الرقائق الالكترونيه، وايضا الرمال السوداء بما فيها من نسبه اشعاع بتستخدم في صناعات مهمه والصناعات النوويه وهيكل الطيارات وهيكل الصواريخ والسيارات والطائرات وخلافه. هي صناعه مهمه وفي غايه الاهميه، ويمكن احنا عندنا منها احتياطات كبيره جدا. صحيح. زي ما حضرتك اشرت 5 مليار ضمن، وهي صناعات بتدخل يعني في صميم حياه المصريين. يعني نعم؟ هي صناعات بتدخل في صميم حياه المصريين اليوميه، فبالتالي يعني سيشعر بها المواطن المصري بشكل مباشر. طبعا بالفعل يعني هي داخله في صناعات كتير سواء داخل مصر او حتى يتم تصديرها الى الخارج. صحيح. طبعا هم في الحالتين هتكون يعني تمثل قيمه مضافه كبيره جدا. واحنا يعني نقول ان احنا مشينا خطوات كتير في الاستفاده من موارد مصر الطبيعيه. صح. ولا زال الباب مفتوح، القوس مفتوح لمزيدا من الصناعات المرتبطه بالموارد التعدينيه المتوفره في مصر بشكل اقتصادي، لان طبعا في معادن مش متوفره بشكل اقتصادي، ولكن احنا هنا بنتكلم عن معادن لديها وفره اقتصاديه او موجوده. صح. بشكل اقتصادي تقدر تطلعها بكميات كبيره وتقدر تصنعها وتنتج وتغطي السوق المحلي وتصدر وتوطن جنبها الصناعات وخلافه. لدينا ايضا معدن الذهب النفيس اللي موجود في اسوان وفي العلاقي وفي مرسى علم بكميات اقتصاديه كبيره. صحيح. ايضا عليه الدور ان يكون عندنا صناعات مرتبطه بالذهب، لدينا صناعات مرتبطه بالفوسفات وبالاسمده، واحنا شفنا ان يعني في السنه دي مع الازمه اللي حدثت روسيا اوكرانيا ارتفاع اسعار الاسمده زادت بشكل. صحيح. كبير، والغاز المسال وخلافه، يعني في يعني اهتمام عالمي بالمواد الخام والصناعات المرتبطه بها. يعني هناك فرص واعده لاكثر من قطاع في ظل التحولات الاقتصاديه التي يشهدها العالم بشكل كبير. كان لافتا ايضا اليوم بمداخله الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن يعني نقطه خاصه، طبعا اجراء دراسات الجدوى لمده تصل الى 3 سنوات، وحلم يعني طال انتظاره من سنوات طويله تحقيق هذا ما رايناه اليوم يعني باعيننا، وتدشين هذا المصنع الكبير الخاص بصناعه الرمال السوداء. تحدث الرئيس ايضا ودعا رجال الاعمال والقطاع الخاص الى استغلال مثل تلك المشروعات بشكل كبير، نظرا للعائد وارتفاع الطلب سواء السوق المحلي او العالمي على المنتجات الخاصه بصناعه الرمال السوداء. كيف ترى دعوه السيد الرئيس للقطاع الخاص
للمشاركة في الاستثمار بهذه الصناعة؟ دائما وابدا بنتحدث عن ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للاقتصاد القومي، وطبعا تلك المشاريع ان كان في اهتمام من الدوله وتقدم سبل الدعم الممكن والتسهيلات في الاجراءات والموافقات، ولكن في نفس الوقت القطاع الاساسي للاقتصاد هو المحرك، هو اللي بيجيب التكنولوجيا وهو اللي بيوطنها وهو اللي بيوفر فرص عمل وعنده كفاءه اكثر في الانتاج والتوزيع وخلافه، وبالتالي طبعا يعني دي ترجع رساله موجهه للقطاع الخاص خاصه الشركات التي تعمل في مجال التعدين وتهتم بالصناعات التعدينيه، ان الباب امامكم مفتوح لمزيدا من الاستثمارات ومزيدا من المشاركه مع الحكومه المصريه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.